السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. يوم غادي نشوفوا الصفحة 115 من كتاب باسخيل فرونسي مستوى الثالثة إعدادي. جو مونتخيل أتدرب، قال كومبليت لو طابلو، أتمم هذا الجدول أون ميتون أون كخوا، بوضع علامة دون لا بون كاز، يعني في الخانة الصحيحة. لي فراز، هنا عندنا لي فراز، هنا عندنا طون دي فيرب، يعني فاش نصرف الافعال. هنا عندنا سنتيمون، واش تعبير على احساس. ديسكريبسيون، واش تعبير على وصف. واكسيون سكسيسيف، يعني احداث متتاليه متتابعه ولا متواليه. هنا اكسيون سودان، حدث مفاجئ. هنا اكسيون بريف، حدث قصير. هنا لي فراز نبداوهم وحده بوحده. سودان لو باسون tomba sans un cri، يعني فجأة le passant، يعني المارش، واحد دايز من الطريق. tomba، سقط بدون أي صراخ، يعني طاح ساكت. هذا شنو هو؟ شنو هو الverb؟ tomber، مصرفاش passé simple، ps passé simple، مثل قاني دير imp، عرف imparfait، ps يعني passé simple. tomba، إذا شنو عبر لنا؟ قالك فجأة وقع. إذا هذه action سودان، واحد الحدث مفاجئ. ثم عندنا لي فييكول، العربات. فييكول علاش؟ شنو الفرق ما بين فييكول وفواتور؟ فواتور راهي سياره، فييكول هي عربه. اش كنقصدوا بعربه؟ عربه ممكن تكون كاميو، ممكن تكون طوبيس، ممكن يكون 207، ممكن يكون بيكو، يعني كاملين كيتسموا عربات، اذا ماشي فواتور. لي فييكول رولي ا با دوم، قال لك العربات كتمشى بشويه بحال كيتمشى شي راجل، بحال الخطوات ديال الراجل، يعني الا شي واحد كان كيتمشى حداها غيمشي معاها بنفس السرعه. انت غولي امبارفي، مصرفه في الامبارفي، اش كتسمى هذه؟ ديسكريبسيون، هذا وصف نصفها بانك تمشي ببطء شديد، واضح؟ سمينا الامبارفي غولي. هنا il retourna، هات باسي سامبل، il retourna le corps du pied le corps du pied. شنو يعني il retourna le corps du pied؟ يعني حرك الجثة ولا الجسد ديال داك الشخص برجليه. علاش حركو برجليه ديال الميت؟ حركو برجليه باش ما يخليش البصمات، لاحظتي تاع يخلي البصمات. اذا داك البوليسي شنو حرك داك الشخص برجليه؟ دورو ساجونويا، يعني جلس اجونو، اجونو هي الركبه، جلس على الركبه ديالو ساجونويا. بري لو بوانيي دو سا فيكتيم، وخدا داك لو بوانيي، يعني المعصم ديال سا فيكتيم، ديال سميتو ديال الضحيه ديالو، واضح؟ هذا لو باسي سامبل. هنا اش كتسمى؟ اكسيون سكسيسيف. شنو دار؟ نزل على رجليه، دور الجسم برجليه، نزل برجلو ونزل على ركبتو، وشويه شد المعصم ديال هذاك باش يقلب النبض ديالو 100%، باش يقلب النبض واش باقي حي ولا لا. هذوك كيتسموا دي اكسيون سكسيسيف، يعني احداث متواليه ولا متتاليه. هنا لانسبكتور، اذا ديما كنستعملوا في الاحداث المتتاليه كنستعملوا باسي سام، عقلوا عليها مزيان. لانسبكتور ايتي ان نوم انتيليجون، قال لك المفتش كان رجلا ذكيا، كي افي دو فلير، يعني كان عنده الذوق، الذوق عنده واحد الذوق رفيع. اذا هنا هذا لامبارفي ايتي افي، اذا شنو هي هذه؟ كتسمى لا ديسكريبسيون، الوصف. هنا لا فام ترومبلي، كانت ترتجف، المراه كانت كترعد. هذا لامبارفي، هذه فيها بجوج، فيها وصفناها لا ديسكريبسيون، درنا لها الوصف، وهذه كتسمى اكسيون سكسيسيف. لا لا لا، غلطت في هذه. لا فام ترومبلي، خليها هذه بوحدها. لا فام ترومبلي، هذه كتسمى ديسكريبسيون، واضح؟ هنا اون اوم سيور دو سون افير، يعني كرجل واثق من عمله. il fit deux gestes instantanés، دار جوج حركات في نفس الوقت. دو جيست انستونتاني، واضح؟ او فور اذا نسينا ما قلناش هذه، هذه كتسمى باسي سامبل، وهذه اكسيون بريف، يعني في بلاصه دار واحد الحركه بشكل اني. هنا او فور اي ميزور، يعني بينما كيل كوري، يعني في الوقت اللي كان كيجري. سا بور غرونديسي، هو كيجري والخوف كيطلع، هو كيجري. اذا هادو جوج احداث كيوقعوا في نفس الوقت، دو اكسيون
simultané, il y a simultanéité, ça mène à l'imparfait. Voilà, un autre jour, je développe et je réinvestis, l'auteur a oublié, de conjuguer les verbes de cet extrait. أنه يصرف الأفعال ديال هذا المقتطف ديال قصته البوليسية القصة ديال البوليسية هذا الجزء ما صرفوش في لتون دو ريسيف الزمان ديال السرد أو الحكي كونجوغلي هو ماشي نساو ما بغاو يختبروكم يشوفكم واش غتفهموا أنكم تعرفوا من خلال هذه الدراسة اللي درسنا فوكاش كنستعملوا لامبارفي فوكاش كنستعملوا الباسي سامبل أي شوفوا كاش بصح تقدر تطبقها في هذا المقتطف ولا ما تقدرش تطبقها إذا نقولوا لانسبكتور chercher le moindre indice qui pourrait l'aider à résoudre l'enquête. المفتش كان يبحث chercher le moindre indice qui pourrait يعني هذا وصف description اللي ممكن يساعده باش يحل هاد القضية باش هاد التحقيق هادو التحقيق ديالو يفكو هنا soupçonnant la femme de monsieur Bruce qui s'appelait يعني soupçonnant كيشتبه في la femme de monsieur يعني زوجة السيد بروس كي s'appelait اللي كانت سميتها كان اسمها كلوثيلد اسمها كلوثيلدا il commença بدا à lui هنا s'appelait سميتها ما نقولوا s'appela يعني عاد تسمات وغدا نبدلوا لها السميه لا s'appelait هنا commença à lui poser بدا انه يوضع عليها الاسئله sur l'endroit حول المكان où elle se trouvait اللي كانت كتواجد فيه اي واحد كتشابه فيه كتبقى تسول فيه كنتي في وقت وقوع الجريمه فين كنتي او مومون هايا او مومون دو ميردر وقت وقوع الجريمه فين كانت وقت المقتل ديال الزوج ديالها دو سون ماري بور سافوار باش نعرفوا سي ال افي باش نعرفوا واش سي ال افي ان اليبي اي سي وي لوكيل الا كان عندها واحد الذريعه ديال الغياب واحد سبب ديال الغياب ولا كان السبب شنو هو ال ريبوندي اجابت كيل انها سو تروفي انسين هاد الشيء كيل سو تروفي انها كانت متواجده سو تروفي شي اون امي عند صديقه كي سابلي اللي سميتها جاكلين كانت عند صاحبتها جاكلين ملي مات راجلها ال فوزي لا 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 هنا نسيت ثاني ال الجمع فوزي او ان تي اي او ان تي ال فوزي لان الجمع بجوجهم كانوا ماشي عب وحدها ال فوزي كانت ولكن راهم بجوجهم يعني هي وهاد هاد كلوتيلد هو صاحبتها جاكلين بجوج كانوا كيديروا ان بارتي دو كارت كانوا كيلعبوا الكارطه toutes les deux بجوج بهم elle était arrivée vers 19h ورجعت يعني هاد المره ديال السيد اللي توفى رجعت مع 19 يعني مع 7 ديال العشيه et était repartie aux environs de 21h يعني مشات مع 7 ورجعت مع 9 ديال الليل mais l'inspecteur Colombo ولكن المفتش كولومبو perplexe lui demanda لكن المفتش كولومبو يعني في حيرة من أمره يعني عنده واحد بيربلكس في حيرة طلب منها سي ال سيتي ابسونتي بوندون كيلك مينوت واش هاد المدة هادي اللي كانت فيها واش تغيبت شي دقائق بوغ الي او تواليت باش تمشي للتواليت ولا لا باغ اكزومبل يعني كانت معها جو سوايع ولكن واش ديك جو سوايع مشات فيها شي لحظة للتواليت ولا لا لأن ربما تكون دارت راسها مشات للتواليت ومشات قتلات ورجعت L'ami de Clotilde était une riche bourgeoise. Donc, صاحبتها كانت واحد مرأة لاباس عليها واحد مرأة لاباس عليها من الطبقة البرجوازية. Veuve يعني أرملة. Mère de trois enfants, أم ديال ثلاثة ديال الأطفال. Le lieutenant avait trouvé un indice. قال لك lieutenant الملازم كتسميه الملازم. توا من الشرطة ليوتنو افي تروفي ان انديس لقى واحد الدليل سيتي ان مورسو دو تيسو كان واحد القطعة ديال القماش القطعة ديال الثوب بروفونون دو لا روب دو
كلوتيلد جاي هذه القطعة الثوب ديال الفستان ديال كلوتيلد. إذا لقاه في مسرح الجريمة، لقى واحد الطرف ديال الفستان ديالها، إما فاش قتلته وبقى شادها في الفستان ديالها تتقطع، إما إذا كاين واحد الدليل أنه كاين واحد القطعة ديال القماش. أنا ما مكملناش القصة ولكن هذا مقتطف فقط. ندوزو الجو مي فالي، يعني أقوم نفسي. شنو عندنا هنا في هذا l'évaluation que je rédige actobo le début de mon récit نكتب البدايه ديال هذه الحكايه البوليسيه ديالي mon récit policier en utilisant correctement باستعمال بالشكل الصحيح les temps du récit تكتب لنا بحال هذه مثلا يكون كتستعمل بشكل جيد ازمنه الحكي ولا ازمنه السرد je décris le cadre spatio temporel ونوصف هذاك الاطار سباس الفضاء ديال الزمني والمكاني بحال تقول ذيك الزمكانية اللي كنسميوها بالعربية سباسيو يعني كنهضروا على المكان لسباس الفضاء تومبوريل كنهضروا على الزمن التوقيت ونهضروا حتى على لو بيرسون الزمان والمكان بحال مثلا كتقول الحد نهار الحد مع 8 الليل هذا كنهضروا على الدون كنقول في الفيلا ديال فلان يعني كنهضروا على لسباس اذا هذا هو لو كادر كتحطنا في الفضاء فين في اينا بلاصه والتوقيت معاش لو بيرسوناج اي لاكسيون ونهضروا على الشخصيات ونهضروا على الحدث الاحداث اللي غادا توقع وهنا نشوفوا نعطيكم نموذج اذا شنو نقولوا il était 10h du matin كان 10 ديال الصباح la bonne se rendit à la maison où elle faisait le ménage قالك الخدامه جات الدار اللي كدير فيها الميناج يعني كتجمع الدار شي دار اللي كتخدم فيها pour un vieil homme واحد ديال واحد الراجل كبير كي سابلي سي العربي اللي سميتو سي العربي elle le trouva allongé لقاتو ممدد sur le tapis فوق الزربيه baignant dans son nom يسبح في دمائه كيعوم في الدم ديالو لان يعني راه فيه الدم بزاف ماني مقتول il avait une arme à la main وكان عنده واحد السلاح في يديه la femme de ménage appela la police قالك يعني هاد المراه ديال الميناج المراه اللي كدير الميناج عيطت الخدامه عيطت البوليس كي arriva une demi-heure après اللي جاو شي نص ساعه من بعد ما عيطت لهم اذا لو كادر سباسيو تومبوريل توقيت مع 10 ديال الصباح ليسباس الفضاء مع في الدار ديال السي العربي الشخصيات هو لابون الخدامه واضح والاحداث هي انها دخلات ولقات السيد ممدد وهكا كملنا الصفحه 115 الى اللقاء